أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من تحت الضوء. كيف تقرأ التهديدات وحرب الفضائح والتصريحات الملتهبة بين الميليشيات والأحزاب السياسية في العراق؟ هل انفرط عقد الحلفاء؟ وما أسباب توقيت هذا الخلاف المتعمق؟ وكيف سينعكس الصراع على النفوذ والسلطة على المشهد العراقي والوضع الأمني؟ ميليشيا العصائب وتيار الحكيم، حرب تصريحات مشتعلة ما بين خلافات سياسية وحرب نفوذ بدأت بعد اغتيال صاحب مطعم في بغداد لتتفجر الفضائح بعدها، والتهم بين الطرفين بالسرقة والفساد وتدمير البلاد. ما تداعيات هذه الاتهامات المتبادلة وما انعكاساتها على المشهد العراقي؟ أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الباحث العراقي. مرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله. وكذلك أرحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ عبد القادر النايل الباحث العراقي. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. وأيضا أرحب بالأستاذ إياد العناز الباحث العراقي، انضم معنا من عمان عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ إياد العناز. أهلا وسهلا أخي. أهلا بك دكتور. مرحبا بضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، نتابع سوية هذا التقرير في البداية ثم نبدأ الحوار. تحسبهم جميعا ومصالحهم شتى، ها هي الميليشيات التي اتفقت على قتل العراقيين وسرقة أموالهم تختلف على الغنائم، فيفضح بعضهم الآخر لتشتعل بذلك حرب التصريحات التي تنذر بحرب داخلية. يبدو أن الأحزاب السياسية في العراق بميليشياتها المسلحة حين لم تجد ما تأكله من أعدائها التقليديين بدأت تأكل بعضها بعضا. إنها حرب المصالح والنفوذ والسيطرة، وبداية شرارتها الأولى بين ميليشيا العصائب وتيار الحكمة. عملية اغتيال لصاحب مطعم في بغداد هي التي فجرت الحرب بين الجانبين، بعدما اتهم تيار الحكمة ميليشيا العصائب بالمسؤولية عن هذا الحادث. تراشق الاتهامات والردود عليها لا يخفي ما قامت به وتقوم به الأطراف المتنازعة اليوم من سرقات وجرائم قتل بشعة تلطخت بها أيديهم. وليس ببعيد ما سرقته ميليشيا العصائب معدات مصفى بيجي التي تقدر بالمليارات، وسرقتهم بيوت المسيحيين واستيلاؤهم عليها في منطقة الكرادة وزيونة، فضلا عن ممارساتها الخطف والابتزاز والاغتيال علانية، وهذا ما شهد به حلفاء الأمس في رسالة تيار الحكمة للخزعلي في معرض الرد عليه: إنكم جماعة كل ما لديكم هو القدرة على إرهاب وابتزاز الناس العزل والأبرياء. وختمت الرسالة بعبارة: إن قياداتكم الميليشياوية فاقدة لأي كياسة ودراية، ومن كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. وأخذت ميليشيا العصائب الحجارة لترمي بها بيت عمار الحكيم الزجاجي هو الآخر، وتتهمه بسرقة قوت الشعب والاستيلاء على الأملاك والعقارات من دون وجه حق. النائب عن التحالف الإصلاح رياض المسعودي حذر من اقتتال ونزاعات عسكرية داخلية ومقاطعات سياسية في حال فتح ملفات الفساد بعد الاتهامات الموجهة إلى ميليشيا العصائب بشأن مصفى بيجي. إيران الراعية للميليشيات بأنواعها تحاول أن تجمع بين السراق والقتلة بحلول ترضي جميع الأطراف التي كانت سخية في خدمة طهران. رئيس الجمهورية برهم صالح سعى من جانبه لتهدئة الصراع أيضا وإيقاف مسلسل الفضائح الذي قد تتسع حلقاته لتشمل العملية السياسية برمتها. أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري، مرحبا بك مرة أخرى. هذه الحرب حرب التهديدات والفضائح المشتعلة والمستعرة بين الميليشيات، يعني ميليشيا العصائب وتيار الحكيم، ليست بالجديدة ربما، ولكن كيف تقرأ توقيتها الآن وما أسبابها؟ يعني المراقب لما يحدث في العراق ربما يتفاجأ، إذا لأنه مثل هكذا حوادث لم تحدث لحد الآن، وكان يفترض أنه هذه المشاحنات ما بين الميليشيات المختلفة أو حتى الأحزاب
الشيعية المختلفة ربما كانت يفترض أن تندلع بعد إعلان نهاية حربهم مع داعش، وهذا هو الذي كان متوقع، لكن انشغالهم بالعملية السياسية أو بالانتخابات السابقة التي تداعياتها لحد الآن لم تنتهي ربما هو الذي أجل هكذا مثل هكذا تصادم، وهي نتيجة يعني متوقعة. لا تجد بلد يحترم نفسه تكون هناك جماعات مسلحة تحمل السلاح بمعزل عن الدولة ولديها أيضا تمثيل سياسي، بالتالي فإن حالة التصادم هي من الطبيعي أن تتوقعها بمثل هكذا بلد، وإلا كيف يكون هناك سلاح بمعزل عن سلاح الدولة وبنفس الوقت هو يتصرف وكأنه دولة داخل دولة، وكأنما يعني الحكومة الحالية ليس لها من الأمر شيء سوى فض النزاعات ما بين أمراء الحرب وأمراء الميليشيات المنتشرة في العراق، وهذا هو ليس هو الدور الحقيقي للدولة. الدولة يجب أن يكون دورها هو بسط السيطرة على البلد كله من خلال أجهزة أمنية وقوة مسلحة موحدة ذات ولاء وطني، لكن هذا الذي لا يحدث. نجد هناك جماعات مسلحة لديها يعني ولاءات خارج البلد، ولاءات لدول أخرى وتختلف حول يعني خصوماتها فيما بينها حول المناطق وحول المغانم وحول المكاسب، فعملية التصادم بين هكذا ميليشيات متوقعة، وإذا ما يعني الآن برهم صالح أو غيره من ذو الولاء الإيراني استطاع أن ينزع فتيل هذه المشاحنة ما بين هذين الطرفين، فهذا لا يعني أنه سيستطيع وينجح في مشاحنات أخرى. البلد مرشح إلى أنه تكون هناك يعني خلافات قوية ما بين تلك الميليشيات، لا سيما أيضا أنه يجب أن نعرف أن عصائب يعني ما تسمى ميليشيا العصائب هي تنتمي إلى كتلة سياسية ميليشياوية، هي كتلة البناء متألفة من عشرات الميليشيات، بالإضافة إلى أن كتلة تيار الحكمة اللي هو بقيادة عمار الحكيم تنتمي إلى كتلة الأصلاح والتي كل أحزابها لديها أيضا ميليشيات مسلحة، فالتصادم بين مثل هاتين الكتلتين والتي تمتلكان من السلاح ما يجعل إذا ما تصادما يحرق البلد، وسيكون بالتأكيد الضحية والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي وهذا البلد. نعم. ارحب بالاستاذ عبد القادر النايل الباحث السياسي، انضم معنا من عمان عبر سكايب. مرحبا بك استاذ عبد القادر. استاذ عبد القادر، يعني هذا الخلاف ما بين الميليشيات وهذه الاتهامات والتصريحات والفضائح التي انتشرت في يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تابعتها؟ من المؤكد تماما انه عمليه الصراع ما بين هذه الميليشيات ادى الى فائده للشعب العراقي، وهي كشف بالدليل الواضح المعلوم، لكن هذا الدليل يأتي بسيد الاعتراف وسيد الأدلة، وهو الاعتراف بما فعلته العصائب وما فعله عمار الحكيم من إجرام حقيقي بحق الشعب العراقي وممتلكاتهم على مستوى الدماء وعلى مستوى الممتلكات الاقتصادية. وبالتالي بعد هذه الأزمة ما بين تلك الميليشيات التي هو يوجد فيما بينهم خلاف حقيقي على تصدر الزعامة، إيران أرادت من خلال إنشاء بعض الأسماء التي امتازت بالجريمة والقتل وامتازت بالسرقة صناعتها لأجل أن تكسب ولائها وودها، لأن هذه الأسماء كانت مغمورة، وأعني بها قيس الخزعلي الذي لم يكن معروفا لولا أنه اشتهر بعام 2006 في عمليات عندما كان مسؤولا أمنيا في جيش المهدي من عمليات قتل وذبح لأهل السنة في العراق بطريقة واضحة، واعترف زعيمهم الصدر عندما قال أنه استطاع أن يقتل 1500 شخص مقابل شخص واحد. وبالتالي هؤلاء ليس لديهم تاريخ طويل، استطاعت إيران حتى تكسب ولاءها، لأنهم حقيقة إذا انفرطت إيران سينفرطون، هم لا يوجد لديهم حاضنة ولا تاريخ يعني عميق تماما يمكن أن يشكلوا تيارا، هم مجموعة يمتلكون مالا واستطاعوا تجميع بعض المجرمين حولهم، وبالتالي يدفعون لديهم رواتب، إذا ما انفضت هذه القضية سينفضون من حولهم. لذلك عملية الاتهامات أو عملية الأدلة التي كشفت عن سرقة مصفى بيجي من خلال العصائب هذه كانت معلومة، وكانت يعني بعض الأطراف
تنادي وتنشر صور لكن غير يعني ملموسة، كانوا يتنكرون لهذه القضية. عندما يأتي اعتراف صريح من عمار الحكيم وهو الذي ربما سبقهم في عملية بناء الميليشيات وسبقهم في عملية وجوده في العملية السياسية، يؤكد على حجم هؤلاء وإجرامهم بحق الشعب العراقي. ثم عندما يأتي اعتراف الخزعلي الذي حقيقة استطاع أن يؤسس وأن ينافس عمار الحكيم والصدر من خلال الدعم الإيراني الموهوب له في الهيمنة على العملية السياسية وعلى الأطراف الحكومية. أستاذ عبد القادر، عندما العملية السياسية يعني هل من مخرجاتها يعني فقط الميليشيات التي تسعى إلى فرض الإتاوات وسرقة أموال العراقيين؟ يعني عندما ينشب نزاع بين هذه الميليشيات وبين قادتها تظهر الفضائح هنا وهناك وتدل على أن هم من يقومون بسرقة العراق. يعني هل هذا هو ما تريد تنفيذه العملية السياسية في العراق منذ وجودها بعد الاحتلال؟ من المعلوم تماما أن هؤلاء هم الذين انتموا للعملية السياسية، وبالتالي مخرج العملية السياسية أخرج للشعب العراقي هؤلاء، وما يمر به الشعب العراقي من دمار على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي ما هو إلا نتيجة تغول هؤلاء بطريقة واضحة وسيطرتهم على العملية السياسية. فما أنتجته العملية السياسية هؤلاء وهذه بضاعتهم ردت إليهم، وبالتالي حقيقة هؤلاء يهيمنون على عمليات السرقة التي فيما بينهم يتقاسمون النفوذ. اليوم وصلت عملية كسر العظم فيما بينهم. لا يغرنك أو لا يغر المستمع الكريم والمشاهد ما يجري من حقيقة تهدئة أوضاع فيما بينهم، وصلت الأمر إلى كسر العظم، وبالتالي عمار الحكيم وغيره مقتدى الصدر أيضا لا يمكن أن يسمحون لشخصية مغمورة كقيس الخزعلي من منافستهم على الهيمنة، لا سيما على العملية السياسية وعلى الساحة الشيعية بالمطلق. هؤلاء حقيقة سيزيحون هؤلاء، لكن القضية تتنامى فيما بينهم، وبالتالي طوال الفترة الماضية التي أجلت خلافاتهم هو صناع أعداء تقليديين لهم من أجل حقيقة إنهاء عملية القتال أو إنهاء عملية العداوة فيما بينهم. لذلك طوال هذه الفترة الماضية كانت هناك عملية صناعة عدو يتم من خلالها تأجيل الخلافات الحادة فيما بينهم. هذه الخلافات وصلت إلى عمليات التكفير وإباحة الدماء فيما بينهم، وفتاواهم جاهزة. ممكن الآن ظهر قسم منها على العلن، لكن سيظهر في المستقبل القريب حقيقة كثير منها، وبالتالي لن تهدأ الأمور بهذا الإطار. القضية قضية فيما بينهم حرب وجود، ولذلك ستكون هناك التصفيات الجسدية فيما بين الحكمة والعصائب وميليشيات أخرى واضحة من أجل فرض سيطرة النفوذ. هل ستسيطر قيادة الميليشيات المغمورين الذين اليوم أصبح لديهم وجود بسبب الدعم الإيراني على حساب المدعومين أمريكيا وإيرانيا سابقا الذين حقيقة كانوا متواجدين وهم يسمون نفسهم بناة العملية السياسية التقليديين؟ هذا الصراع حقيقة سيظهر للعلن قريبا، وبالتالي ستكون لديه بوادر في عمليات الاغتيالات فيما بينهم، لا سيما أن كل هذه الميليشيات تحتاج إلى النفوذ السياسي والاقتصادي لبقائها وبقاء ديمومتها، وهذا حقيقة سيؤسس لعمليات السرقة. فضلا عن اليوم هناك تواجد أمريكي موجود في العراق، هذا كله حقيقة وانهيارات اقتصادية وحكومة ضعيفة، هذا كله حقيقة سيجعل من الساحة العراقية ساحة تصفية بين هؤلاء المتحالفين سابقا المتقاسمين حاليا. لو سمحت ابقى معي أستاذ عبد القادر النايل. أرحب بالأستاذ إياد العناز الباحث العراقي، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا حبيبي مالي. إلى أي مدى ترى أن هذا الصراع بالاتهامات المتبادلة وبحرب الفضائح ممكن أن يتطور على الأرض إلى صراع مسلح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بخير وتحياتي لك ولجميع ضيوفك الأعزاء. أهلا بك دكتور. نحن أشرنا العديد من الملاحظات على الخلاف الذي استعر بين هاتين الجهتين. واضح أن هناك خلافا شديدا وصراعا سياسيا بين جميع الكتل السياسية وأحزاب السلطة التي تشترك في العملية السياسية في العراق، والواضح أيضا لنا أن هناك التهم بل الصراعات والمناكفات السياسية الجاهزة. يعني الآن أصبح للعيان للمواطن العراقي حقيقة ما تسعى إليه هذه الميليشيات أو هذه الكتل والأحزاب السياسية من صراع
على المصالح، على كيفية الهيمنة والسيطرة على مقاليد الحكم في العراق، بعيدا عن ما يتمناه الشعب العراقي من حياة حرة كريمة أو ومن حياة تعيد له ألقه ووجوده. هذه الميليشيات وهذه الكتل وهذه الأحزاب إنما فرضت نفسها من خلال طرحها لجميع الأعمال التي قامت بها كلتا الجهتين، وكذلك لو كان الصراع مع بين أكثر من جهة لاستمعنا وقرأنا واطلعنا على بيانات أكثر. أنا عندما قرأت البيانات والتهم المتبادلة بين الطرفين أو ما قيل بينهما، يعني لم أستطع في بعض الأحيان وفي قنوات أخرى بعد قنواتكم الغراء أن أتحدث بما بمفردات بعيدا كانت عن حتى القيم وبعيدا عن حتى عن التلفظ الأخلاق في كيفية التعامل بينهما. إذا ماذا يوحي لنا هذا؟ يوحي لنا بأن هؤلاء لا يمثلون حقيقة الشعب العراقي، هؤلاء يمثلون مصالحهم الذاتية، هؤلاء يمثلون أجندات ومشروع سياسي في العراق، هؤلاء يسعون إلى تحقيق معاربهم في الهيمنة والسيطرة الأكثر، لديهم أجندات يسعون إلى تحقيقها في الشركة والنهب العام والنهب المال العام. الاتهامات واضحة، كل منهم يتهم الآخر بشركة موارد مالية ومال من العراق، كلهم يسعى ويتهم الآخر بتبعيته إلى جهة أخرى. عندما يقول له الطرف أن أنت تمثل ميليشيا مستأجرة، لمن هي مستأجرة هذه الميليشيات؟ أليس يقصد بها النظام الإيراني وحرس الثوري الإيراني؟ أو عندما يتضح وتتهم الجهة الأخرى وتقول له أنت سرقت وأنت نهبت وأنت استخدمت الكثير من المال العام والمنشآت الاقتصادية واستخدمت وقمت بتصديرها إلى دول مجاورة أو بيعها، ماذا يقصد بذلك؟ إذن هو نهب للثروات، تدمير الاقتصاد العراقي، تدمير البنية التحتية للوطن الحبيب، وبالتالي ضياع إلى ثروة العراق والعراقيين. هذا المؤشر أكد حقيقة أيضا الصراع السياسي بين كل الأطراف التي تتعامل وتتواجد في بغداد. نحن نرى أنه ليس هناك حاجزا لهم يمنعهم عن الكلام، وليس لهم، ولكن عندما رأى الطرف المهم وهو الإيراني، الآن لم تتدخل القوى الإيرانية، نحن ملاحظة جديدة، لا وجود لقيادة الحرس الثوري الإيراني، لا وجود إلى قيادة قاسم سليماني أو بعض الأطراف كالسفير الإيراني أن يتدخل في إنهاء هذا الصراع، وإنما اتبع أسلوب جديد من قبل السلطات التنفيذية إن كانت السياسية والعسكرية والأمنية الإيرانية بترك الموضوع وكأنه موضوع وشأن عراقي، ولكنها كانت توجه وتحاول إيجاد أدواتها ووكلائها لإنهاء هذا الصراع بين هاتين الجهتين السياسيتين، لتكون إيران كما تريد لنفسها بعيدة عن الحدث العراقي. ولكن حقيقة الأمر أن إيران لا زالت هي التي تهيمن وتسيطر على الوضع. نعم أستاذ نظير، يعني دائما ما يرى محللون أن اختلاف الميليشيات التي توصف بأنها يعني توصيف طائفي منذ عام 2003 وحتى الآن، الميليشيات الشيعية لا يكون هناك خلاف بينها إلا وتم حل هذا الخلاف من قبل صمام أمان إقليمي. نعم. هل ممكن أن يسهم أيضا هذا الصمام الأمان بالنسبة لهذه الميليشيات المتقاتلة في العراق على حل هذا النزاع الجديد بينهما؟ طبعا في هذا الخلاف الجديد يعني لاحظنا هناك تدخل سريع من كافة القوى، وعلى رأسهم برهم صالح واللي ينتمي إلى حزب ذو مقرب إلى إيران، تدخل بسرعة وحاول أن يستفيد من علاقاته الشخصية بالطرفين لمحاولة تقريب وجهات النظر ونزع الفتيل فيما بينهما. لماذا؟ لأن هذا المسلسل الذي بدأ عن طريق أحدهما يفضح الآخر سيعصف بكل الأحزاب وكل الميليشيات المتواجدة في العملية السياسية، لأن الجميع لديهم عمليات فساد وسرقات، ولأن الجميع يعرف بفضائح الآخر، لذلك حاولوا أن يوقفوا هذا السلسلة التي انفتحت من خلال هذا الخصومة التي حدثت ما بين الطرفين. لكن نجاحهم في رأب الصدع الذي حدث ما بين هذين الطرفين المواليين إلى إيران، هل هذا يعني أن سوف لن تحدث مشكلة أخرى؟ بالتأكيد لا، هذا ربما سيكون
فاتحة لمشاكل كبيرة ستحدث ما بين الأحزاب والميليشيات المتواجدة في العراق، كون أن هناك خلاف أصلاً الآن موجود على العملية السياسية وعلى تشكيلة الحكومة. لحد الآن لم يحسم بعد مرور أكثر من 3 أشهر، وهذا ممكن أن يكون يؤسس لمشاكل أخرى، إضافة إلى أن هذه الميليشيات التي تمتلك السلاح بعدما فقدت يعني عنصر الذي أسست من أجله، يعني موضوع الحشد الشعبي الذي أسس من أجل محاربة داعش، الآن ليس لديها شيء يعني تستطيع أن تحافظ على كيانها، لذلك هي ربما تأثرت اقتصاديا، ربما تأثرت من عمليات الفساد التي كانت تعملها في المحافظات التي هي يصفوها بأنه حررها. الآن بدأت فيما بينها تتنافس على تلك المغانم، وهذا هو السبب الذي حدث بالمشكلة، أنه العصائب قد تجاوزت على منطقة ذات نفوذ تابع للحكمة، لذلك تم تصفية شخص محسوب على الحكمة، والحكمة رد عليهم باتهامهم بهذه العملية وانفتحت هذه السلسلة. هذا معناها أن المنطقة مرشحة لمشاكل أخرى، ربما ليس بين العصائب والحكمة، ربما ستكون بين بدر وسرايا السلام، ربما بين أي ميليشيات، يعني ميليشيا حزب الله، ميليشيا النجباء، يعني عشرات الميليشيات المتواجدة والتي تمتلك السلاح. هذا السلاح إذا لم يستخدم لجهة خارجية سيستخدم لبعضهم، ولربما يعني تخرج لنا إيران بعدو جديد كما ذكر ضيفك الكريم ليوحد هذه الطوائف. بل بدأ الآن يعني الخطاب الطائفي يرتفع، لماذا؟ لكي يتم توحيد هذه الميليشيات وهذه الأحزاب وحاضنتها على شيء واحد. يقول يعني أحد يعني محسوبين على التيار السائرون يقول من العيب أن يقال على الشيعة يتقاتلون، إن لم يجدوا أحدا يتقاتلون معه سوف يتقاتلون مع أنفسهم، وهو وصف دقيق للميليشيات حقيقة. يعني إذا لم تجد من تقاتله ستتقاتل مع نفسها كونها ستتنافس على المغانم الموجودة في الساحة. لذلك يعني المشكلة غير منتهية، المشكلة ربما تتجدد، ويعني لن نخلص من هذه الدوامة إلا بإزالة هذه الميليشيات، وهو أمر صعب جدا لأن كل الأحزاب التي في العملية السياسية تمتلك ميليشيات مسلحة. نعم. بالعودة إليك أستاذ عبد القادر النايل، أين دور الدولة؟ أين دور الحكومة؟ هل مهمتها مقتصرة فقط على حل أو فض النزاعات بين أمراء قادة الميليشيات، أم أن دورها هو بناء دولة ترى ماذا يريد المواطن، ما الذي يحتاجه المواطن، تبليد شوارع، بناء مؤسسات، بناء معامل، بناء مصانع، النهوض بالواقع الاقتصادي، النهوض بالواقع الزراعي؟ أين دور الدولة؟ هل هو مقتصر فقط على الصلح ما بين قادة ميليشيات تأخذ إتاوات من العراقيين؟ أولاً دعنا نحدد أن العراق ليس فيه دولة، وأن ما بعد 2003 فشلت هذه العملية السياسية في إنتاج نظام الدولة في العراق، وبالتالي ما موجود حالياً عملية سياسية انتقلت من عملية سياسية برعاية الاحتلال وضبط إيقاعاتها إلى عملية وصفت بأنها تجمعات سياسية ميليشياوية عشوائية متناحرة فيما بينها، ضبط ربما الإيقاع الإيراني بإيجاد أعداء خارجيين لهذه العملية السياسية، لكن ستعود بضاعتهم عليهم وسيرتد عملية اختلافاتهم، وستظهر العلن التي ظهرت بوادرها ليست باختلاف العصائب والحكمة أو الميليشيات فيما بينهم، هناك صراعا خفيا غير معلوم، ربما الشارع الشيعي يعلم تماما هذا الصراع، وتحدثنا نخب منه ومن جميع المحافظات أن هناك نفوذا وصل إلى القاعدة الصفرية فيما بينهم، وأنهم أحدهم يريد إزالة الآخر، لأن قضية صراع نفوذ، إما أن تكون أنت مسيطر على هذه المحافظة أو على هذا المرسى الموجود على شط العرب كميناء البصرة من أجل منافع مالية، أو تسيطر على مقاولات مجلس المحافظة، وإلا فإن هذه الميليشيا ستنتهي إن لم يكن هناك مالا يدر عليها. هذا أصل النزاع الحقيقي في أصل النفوذ المرسوم فيما بينهم،
وزادت وتيرته في هذا الوقت، لأن إيران بدأت تأخذ أن هذه الميليشيات عبئا عليها لأنها تعيش حالة من الحصار، وبالتالي لا تريد أن تبقى تنفق على هذه الميليشيات من الأموال التي تأخذها أصلا من العراق، لكن تريد تخزينها ورعاية المحافظة على الدولة القومية الإيرانية من الداخل قبل أن ينفرط العقد، لأن هناك مخاطر تحيط فيها، وهناك حركات داخل إيران ترفض نظام ولاية الفقيه، وبالتالي هناك شعوب كالأحواز والبلوشتان والأكراد محتلة ويتم الاعتقالات والتجاوز عليها بطريقة واضحة. هذا العبء ألقى على أن هذه الميليشيات ينبغي أن تمول نفسها، وبالتالي هي تعلم هذه الميليشيات إن لم تجد مالا يمولها فإن الأفراد الذين بهم تستقوي سينفضون من خلال أنهم يريدون رواتب ويريدون مخصصات، ولذلك هنا جاءت خطورة ربط هذه الميليشيات برواتب الدولة من أجل ديمومة هذه الميليشيات وليس من أجل ديمومة الأمن أو أن هؤلاء قاتلوا داعش بالمطلق. القضية لأن هناك عبئا ماليا، وبالتالي إذا فقد قيس الخزعلي 500 شخص موفر رواتبهم لحمايته وخدمته في حقيقة في الأرض أو الفيلا التي استولى عليها خلف فندق بابل وتمثل 10,000 متر مربع، ومكاتب صادقون ومكاتب العصائب هناك كلها، بالتالي لن يبقى له قيمة، لأن المجتمع الشيعي أيضا سئم من هؤلاء كشعب ومن تصرفاتهم وما فعلوه من عملية اضطهاد وسرقة، ووصل الحال إلى قتل متظاهري البصرة والناصرية وبغداد بطريقة وحشية وهمجية، لا سيما من قبل العصائب والتصفيات التي حدثت. لذلك حقيقة الدولة غير موجودة، تبقى أن هؤلاء التجمعات السياسية والميليشياوية تريد الحفاظ على منجزاتها بأنها تحكم العراق، وبالتالي تريد استمرار. هذا الاستمرار ينبغي إذن بحفظ هذه الإيقاعات، إيقاعات الميليشيات، لأن القتال الداخلي سينعكس سلبا على هذه العملية السياسية، وسيحصل هذا القتال في قادم الأيام لأنها نتيجة طبيعية لعدم وجود الدولة. وإلا بماذا تفسر ويفسر المشاهد والمتابع أن هناك اعترافا رسميا من أحد زعامات هذه العملية السياسية وهو عمار الحكيم بأن ميليشيات العصائب بقيادة قيس الخزعلي قد سرقت مصفى بيجي الشهير والمعروف والكبير على مستوى الشرق الأوسط، ونقلت معداته وباعتها إلى إيران ومناطق أخرى؟ لماذا لم يطلق الادعاء العام ويفتح هذه القضية ويوجه هذه الاتهامات، وبالتالي يستفاد من هذا الاعتراف في كشف جريمة تفكيك مصفى بيجي؟ وبالتالي هنا حتى القضاء قد انحاز وسكت، وبالتالي هذا يؤكد على عدم وجود دولة يمكن من خلالها محاسبة هؤلاء. على هذا الأساس حقيقة فإنه هذه العملية السياسية منشغلة في كيفية توحيد هذه الأطراف فيما بينها وكسب الوقت من أجل سرقة المال العراقي، وبالتالي من أجل حقيقة بقاء نفوذها، وهم يراوحون على هذه القضية بدليل لم يستطيعوا بناء مؤسسات، وما تشهده تشكيلة الحكومة الحالية من خلافات حادة إلا دليل آخر على فشل هؤلاء في هذه المنظومة وأنهم لا يسعون إلى خدمة الشعب العراقي. نعم دكتور إياد الأناز الباحث العراقي، يعني نتساءل عن موقع القضاء العراقي من الإعراب. يعني نحن نعلم حقيقة الأمر أنه السلطات التنفيذية كانت أو القضائية في العراق لا تتدخل في هذه الأمور بعيدا عن كل ما يحدث. الواضح أنه لأنه تعلم جيدا أنه هذه الميليشيات لها سلطتها لها قدرتها على التأثير على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة في العراق. هذه لا ترتبط وليس لها يعني أي مرجعيات تتعلق بالدولة العراقية أو بالمؤسسة العراقية الآن الموجودة التي تحكم في العراق. يعني هي تعلم جيدا أن القضاء دائما يسوغ الأمور سياسيا لمصالحها، أو تحديدا لنقول إلى المصالح المشروع الإيراني في العراق. يعني القضاء العراقي قضاء مسيس، يخدم الحركة، يخدم العمليات السياسية، يخدم الأحزاب، بل يخدم أدوات الدولة العميقة. هو لا يستطيع أن يذهب بعيدا عن أن يتخذ قرارات صائبة. يفترض انه عندما تكون هناك خلافات او تهديدات، وكانت كان من المؤمل الخروج بصراع سياسي عبر تظاهرات او عبر استخدام السلاح ايضا
أو أن سيتحول إلى نزاع مسلح، من متضرر به إن حصل ذلك؟ نحن نعلم أنه سيتضرر به أبناء شعبنا وتضرر مدننا، وبالتالي من سيكون ضحية الدم الذي يسفك خلال هذه الصراعات؟ والدم العراقي، أين القضاء من هذا الأمر؟ افترض القضاء عندما يستشعر بأن هناك هذه خطابات سياسية وخطابات وبيانات واضحة المعالم، يعني نحن نتكلم عن سياسة معلنة ونتكلم عن تهديدات صريحة، إذن القضاء يجب أن يكون له كلمة كما تفضلت، لكن عندما يكون قضاء في دولة تحترم القانون، دولة لها مقاليدها لها سلطتها، الآن لا سلطة في العراق سياسية ولا معايير لقيام دولة تستطيع أن تتحكم بجميع أجهزتها التنفيذية والقضائية والسياسية، دولة ناقصة السيادة بسبب وجود الاحتلال والنفوذ الأمريكي والنفوذ الإيراني والهيمنة الإيرانية، التلاعب الدولي والإقليمي بمقدرات العراق، الآن العراق لحد الآن لم يستطع أن يكمل تشكيل حكومته السادسة بعد الاحتلال بسبب الاختلافات والصراعات السياسية بين الدولية والإقليمية، واضح أنه نحن نتكلم عن فساد سياسي في الجميع مؤسسات الدولة مع فساد اقتصادي معروف، إذا هناك معيارين أساسيين لا زالت تتصف بها الدولة المؤسسة أو الحكومة في بغداد هي الفساد الاقتصادي والفساد السياسي، ولا زال هناك معيارين أساسيين لقيادة العملية السياسية التوافقات السياسية والطائفية السياسية تتحكم بها، هنا برزت هذه المعايير كلها وكشفت عورات العملية السياسية وكشفت حقيقة من ينتمي ومن يعشق هذه العملية السياسية بسبب مصالحهم، ولذلك سارع جميع الأطراف إلى إنهاء هذا الخلاف لأنه لا يفضح الجهتين فقط وإنما سيفضحهم كل جميع الذين يتشبثون بهذه العملية ويسارعون للانتماء في أحضانها. إذن القضاء هنا يتحمل مسؤولية قانونية وتبعية سياسية في الحفاظ على أمن وسلامة العراق وأمن وسلامة العراقيين، لأن هذه النار إذا شبت فسوف لا تخف ولا تتعلق بقدر مدينة بغداد، تتعلق بمحافظات في الوسط والجنوب وقد تطال بعض المحافظات أيضا في الشمال، خاصة أن هناك مقرات الآن فتحت في العديد من المحافظات الشمالية في محافظة نينوى وفي صلاح الدين في محافظة كركوك حتى في محافظة الأنبار، إذا نحن نتكلم عن صراع إذا نشب ستكون أطرافه كثيرة وواسعة وتؤذي الوضع الأمني والداخلي في العراق. نعم أستاذ نظير الكندوري، يعني بالعودة إليكم، الآن موقف الحكومة أمام الشعب العراقي في غضون يومين فقط تم تشخيص من هو قاتل صاحب المطعم، ولكن يعني أين نتساءل عن دماء العراقيين سواء المتظاهرين منهم أم المعارضين أم يعني الرافضين للفساد، يعني قمع الحريات كلهم زج بهم في السجون وقيدوا ضد مجهول المقتولون منهم، نتساءل عن هذا الأمر. يعني حقيقة شيء مستغرب أنه يخرج بيان من الداخلية على أن وحدة ما يسمى وحدة استخبارات الصقور أو شيء من هذا بأنه استطاعت خلال 48 ساعة من إمساك القاتل والقبض عليه وتبين أن هذا القاتل ليس له علاقة بالعصائب وليس له أي توجه سياسي يعني نزع الفتيل هذه الأزمة التي على أساسها بنى هذا التشاحن ما بين العصائب وما بين تيار الحكمة. يعني الشيء المستغرب أنه كيف أنه هذه الأجهزة الأمنية استطاعت خلال 48 ساعة أن تعرف القاتل، بينما هناك مئات وعشرات الجرائم القتل تحدث في بغداد وسواها من المحافظات وتقيد ضد مجهول، لماذا في هذه الحالة تم معرفة القاتل؟ ويعني أنا أراها أنه هي قصة مفبركة لكي يخرجوا بوجه يعني بما وجههم أمام هذه المشكلة ويعني سبب المشكلة يلغونه، لكن حقيقة الأمر أنه يعني فبركة للخلاص من هذه الأزمة. يعني شيء آخر أنه كثير من الآن مراقبين يعني يقول أن هذا النظام الذي أسس على يعني أسس من الأحزاب الموالية لإيران وميليشيات أيضا موالية لإيران هي متماسكة ولا يمكن أن تتقاتل ولا يمكن أن يتطور الأمر إلى أن
تحدث الفرقة فيما بينهم ويؤدي إلى اقتتال في الشوارع. أنا أرى أن هذا يعني نظرة يائسة ونظرة غير صحيحة على أن أتباع إيران لا يمكن أن يتمزقوا. هذا ما حدث في ثمانيات القرن الماضي في لبنان. كانت هناك حرب طاحنة بين فصيلين تابعين إلى إيران، هما حركة أمل وحزب الله. كان هناك شهور من القتال فيما بينهم وسفكت دمائهم بمنتهى الدموية ومنتهى القسوة. نفس الشيء في عام 2008 المالكي شن حرب كاملة على ميليشيا الجيش المهدي وقتل منهم الكثير. كذلك حادثة الزرقاء قتل المئات. هذا يدلل على أن يعني النظام الإيراني ربما يعني يفقد السيطرة في وقت ما على هذه الميليشيات التي تعدادها بالعشرات، وسيكون هناك حرب أهلية فيما بينهم تحرق الأخضر واليابس. يعني هو خطر يهدد المواطنين، بل إن يعني هذه الميليشيات لا تتورع عن التضحية بدماء الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال. أصبح سقف الاتهامات والتهديد مرتفعا، يعني اتهامات ميليشيا العصائب عمار الحكيم والاتهامات المقابلة بسرقة قوت الشعب والاستيلاء على الأملاك والعقارات وسرقة المصافي وغيرها وغيرها. كل هذا مع ذلك هناك دعوات للتظاهر، كل طرف يريد أن يعني يطيح بالطرف الآخر. يعني إلى أي مدى أو إلى متى يستخدم العراقيون حطبا في هذه الحالة؟ هذا الشيء المؤلم. أنا ثبتت في إحدى مقالاتي أن يعني هذه الميليشيات وصلت من الدناءة بأن حتى في خصوماتها هي لا تريد أن تدفع الثمن، إنما تجعل الشعب العراقي هو من يدفع الثمن. عمار الحكيم عندما يريد أن يستعرض قوته أمام الميليشيا العصائب يقول أنه سينزل جماهيره إلى الشوارع، بالمقابل العصائب تقول نحن سننزل جماهيرنا إلى الشوارع. وإذا تصادم يعني أنصار هذه الميليشيا وأنصار هذه الميليشيا، من سيكون الضحية؟ سيكون هؤلاء الناس الذين خرجوا إلى التظاهرات مقابل مبالغ نقدية يستطيعون أن يشتروا فيها قوتا لأهلهم. هم يعني يضحون حتى بالشعب العراقي، ولا يعني حتى في خصوماتهم لا يريدون أن يدفعون الثمن. يعني بالنهاية أن هؤلاء الميليشيات وهذه الأحزاب هي عملها لا يصف في خدمة الشعب العراقي، ومهما استمرت في هذا الحكم سيكون ضررها على المواطن وعلى الوطن وخيم. يعني نحن نعيش في حقيقة في مسلسل دموي نتيجة هذه الصراعات ما بين هذه الميليشيات. نعم. أستاذ عبد القادر النايل، ذكرتم أن هناك آلية لصناعة الأعداء من الداخل العراقي من أجل إشغال هذه الميليشيات في حروب طاحنة داخلية. من وجهة نظرك يعني هل الآن الظروف تراها متطابقة مع الظروف السابقة؟ يعني كيف ستنعكس كل هذه النزاعات ما بين قادة الميليشيات والميليشيات فيما بينها والأحزاب على المشهد الأمني في العراق؟ هذه الأيقونة في عملية صناعة الأعداء باتت مكشوفة للشعب العراقي بطريقة واضحة تماما، وبالتالي ما بقاء الميليشيات في هذه المحافظات إلا كنوع آخر، لأنهم يعلمون تماما إذا تم سحب الميليشيات وهي ليست قوات اتحادية وليست قوات عسكرية نظامية، إذا من حتى وإن بوبوا له أبواب برلمانية ورواتب وغيرها، هم يعلمون تماما إذا انسحبت هذه الميليشيات من هذه المحافظات سيكون هناك قتالا فيما بينها، لأن صراعة النفوذ في مناطقهم حقيقة وصل إلى مرحلة القاعدة الصفرية. يعني لا يمكن أن يكون هناك ميليشيا أو يتعاونون فيما بينهم في حكم مناطقهم أو حكم الأقضية والنواحي التي جاءوا من خلالها. ولذلك أحد أسباب تأجيل هذه الخلافات هو الضغط باتجاه بقاء هذه الميليشيات في الأنبار، في الموصل، في صلاح الدين، في ديالة، في كركوك، وبقائها رغم انتهاء مهماتها التي ربما أعلنوا عن سبب تواجدها في هذه المحافظات. عملية صناعة العدو حقيقة، إيران استنفذت كل الأعداء، وبالتالي لا تستطيع إيران حاليا صناعة أعداء جدد. ربما تريد خلخلة الوضع الأمني بإطار طائفي من جديد من أجل حقيقة إشغال المجتمع الدولي بأطر طائفية وإشغال هذه الميليشيات بعيدا عن إيران. ولذلك حقيقة ستدفع إيران باتجاه أن هذه الميليشيات يمكن لها أن تفكر في عملية كيفية الاستحواذ على العملية السياسية، وبالتالي المؤشرات تدل
على أنه عندما فشل اليوم ظريف في فرض فالح الفياض وزيرا للداخلية، لأن هناك لوبا حقيقة قرارا دوليا يمنعه، اتضح أن لهذه الميليشيات عدم قدرة إيران على فرض ما كانت تفرضه سابقا، وبالتالي ما مضى لن يستطيع إيران تكراره. الأسباب الآتية: أولا، إيران ستنشغل أكثر في عمقها الداخلي وما تحدث لها من أزمات حقيقية وفعلية انعكست عليها، وثانيا أن قدرة هذه الميليشيات على أن تنشغل إيران بتوفير كل المقدرات المالية والسياسية لها أيضا بدأت تضعف، وبالتالي الذين ينتمون إلى هذه الميليشيات هم عاطلون عن العمل، وبالتالي هؤلاء الشباب حقيقة يمكن أن يغادروا هذه الميليشيات ويعودون إلى أهلهم، وعلى هذا الأساس فلا يوجد هناك نظاما عقديا مهما لهذه الميليشيات يمكن أن تشكل عمقا استراتيجيا كميليشيات حزب الله في لبنان، هذا غير موجود ومؤسس له في العراق، وبالتالي حقيقة سيعجل من عملية الصراع فيما بينهم، وبالتالي لن تستطيع إيران كبح جماع ما وصلوا إليه من عمليات نفوذ واسعة لقادة هذه الميليشيات، لا يمكن أن يتنازلوا عليها بطريقة سهلة لصالح الآخرين. هؤلاء كانوا كلهم مغمورين، وبالتالي اليوم لديهم نفوذا سياسيا، نفوذا اقتصاديا، وبالتالي هم يتحكمون بالبلد، هم يتحكمون بحدود البلد، هم يمنحون الجنسية العراقية ويسحبون الجنسية العراقية، وبالتالي كل مؤسسات الحكومة تسعى لخدمتهم وتطوع حالها لهم بطريقة واضحة. هذه حقيقة المكتسبات لقادة هذه الميليشيات ليس من السهولة أن يتم انتزاعها من أجل تهدئة الأجواء، وبالتالي ستكون هناك صراع النفوذ فيما بينهم الذي سينعكس حقيقة إلى عملية الهوة الكبيرة الحاصلة أصلاً فيما بينهم على أساس عقدي وعلى أساس اختلاف الولاءات فيما بينهم، وبالتالي لن تستطيع أي جهة ضبط إيقاعات هذه الميليشيات والتي سينحدر فيما بينها عملية القتال والاقتتال، وربما الشعب العراقي مسرور شيعة وسنة ومسيحيين، لأن هؤلاء المجرمون مشتركون في كل جرائم الشعب العراقي، وبالتالي خلاص العراقيين عندما حقيقة يتقاتل السراق والقتلة فيما بينهم. نعم أستاذ إياد العناز الباحث العراقي، يعني أين المواطن العراقي من كل ما يجري؟ هل سيبقى المواطن العراقي مغلوبا على أمره من كل ما يجري ولا حول ولا قوة له؟ يعني حقيقة الأمر أنا أرى أن المواطن العراقي بدأ الآن يستشعر أكثر حقيقة المشروع الإيراني، بدأت الآن أنا أشوف الضوء الأول لبداية نهاية المشروع الإيراني في العراق. هناك الوضوح في الوعي العراقي، العراقيون نحن نعلم ديدي ونحن جزء منهم إخواننا، العراقيون نبيهون أذكياء ولكنهم يعني يتمتعون بالصبر والحكمة والعقل. الآن أصبحوا أمام حالة واضحة، المشروع الإيراني أصبح واضح المعالم، أصبحت العملية السياسية تشكل ثقلا وكاهلا عليهم. الآن بدأت التظاهرات في عموم المحافظات الوسطى والجنوبية، نحن نرى التظاهر الكبيرة في مدينة البصرة التي هي معقل من معاقل الأساسية في التظاهرات، والتي كان يتصور الإيرانيون وتصور الاحتلال الأمريكي أنه سيحقق بها نتائج كثيرة، فإذا هي تعبة وتكون هي صوت العراق الثائر. ومع ذلك حتى وإن قمعت، نحن نرى أن جميع التظاهر هذه والانتفاضة الشعبية تقمع من قبل أدوات تتعلق بال القوات الأمنية والعسكرية والجهات الاستخبارية، ولكن الصوت العراقي سيبقى واضحا متقدا. الصوت العراقي لم يسكت، والمواطن العراقي ليس بعيدا عن هذه الأحداث، هم يعلمون حقيقة الأمر أنهم الآن أصبحوا بعيدين عن الشعور العراقي. جاءت الانتخابات الأخيرة لتؤكد وترسل رسالة لهم أن الشعب العراقي رافض لهذه العملية السياسية العرجاء، بدليل عدم مشاركة الشعب العراقي بأكثر من 18% و82% عزفوا على المشاركة بهذه الانتخابات، وجاءت الانتفاضة الشعبية لتؤكد حقيقة الوعي والإدراك العراقي في مواجهة العملية السياسية، والآن هناك العمل المنظم الذي سيسعى إلى إسقاط جميع أولويات ومبادئ هذه العملية والمشاريع الإقليمية والدولية التي تريد
إيداع البلد واستمرار احتلاله أو السيطرة والنفوذ فيه، ولكن سيبقى للشعب العراقي كلمته. الشعب العراقي ليس بعيدا عن الأحداث، الشعب العراقي بكل طوائفه عالم ودقيق فيما أشر إليه، وخبر وعرف هؤلاء وتعامل معهم وعلم حقيقة الأمر أنهم لا يمثلونهم. نعم، شكرا لك دكتور إياد العناز الباحث العراقي. أخيرا أستاذ نظير الكندوري، هل ستمر هذه المشكلة بدون تبعات أم أنها يعني ربما ستكون بداية لحدوث مشاكل وصراعات أخرى مستقبلية؟ يعني ما أتوقعه أن هذه المشكلة التي كانت فيها شيء من الصراحة أكثر من المشاكل السابقة التي كان يلفها التكتم، حقيقة هناك يعني بين هذه الميليشيات بين هذه الأحزاب كأنما اتفاق، هو اتفاق يعني اتفاق دم بيناتهم بأن أحدهم يغطي الآخر، بأن أحدهم لا يفضح الآخر، لكن هذه المشكلة وكأنما فتحت الباب لتبادل الفضائح ما بين هذه الكيانات السياسية والميليشياوية، وإذا ما استمر هذا الأمر سيجعل هذه الاتفاقات تنهار ويجعل أحدهما يفضح الآخر، وبالتالي ستنتقل هذه الصراعات إلى صراعات مسلحة في الشارع، وكما نعلم أن الجميع مسلحين. لكن أنا يعني رسالتي إلى شعبنا العراقي، إلى المكون العربي الشيعي، ألا ينساق إلى دعوات هذه الميليشيات أو هذه الأحزاب بالخروج للتظاهر في الشوارع، لأنهم يتاجرون بدمائهم، يعني يحاربون بدمائهم، فليحاربوا هم أنفسهم بينهم وليقتل بعضهم بعضا، ويخرج الشعب العراقي سالما من بين يعني أيديهم. هذا ما يفترض أن يكون، ولا تنطلي عليهم يعني خدعات والكلام المعسول لهذه الأحزاب والميليشيات. شكرا لك ضيفي الكريم أستاذ نظير الكندوري الباحث العراقي ضيفي في الاستوديو، ونشكرك شكرا جزيلا دكتور إياد العناز الباحث العراقي في مركز الأمة للدراسات، وشكرا لضيفي عبر سكايب الأستاذ عبد القادر النايل الباحث العراقي. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.